تواصل بفائز المنتصر، وكان التواصل هاتفي، وقال بأنه معه لي عمل في الغيظة. قال لي عاد جيت اشتغل؟ قلت له تمام. قال لي يقع لك باليوم 5000، اكل شارب ومعاش يمني معاش سعودي. سرت انا. قال لي اجيب العمل؟ قلت له جالس. قال لي عاد تطلب والله؟ قلت له ايه. قال لي خلاص انزل للمهرب نفتح ورشه. قال لي جمع زلط قد معك حق مراه حق زواجه كذا. قلت له عاد انا ما يلا ندخل حق شربه. قال لي خلاص يلا اجي ورد له عندي. ركبت من صنعاء الى تعز، ومن تعز الى عدن، ومن عدن رجعت وركبت للمهره. وصلنا للمهره جلسنا في فندق. جلسنا في فندق تاج العرب الظاهر 3 شهور او 4 شهور، واحنا مريعين. ادولنا شهر او اقل، كان يدولنا 5000 يوميا. بعض الاحيان كان يعزمنا فايز المنتصر، كان يجابرنا من العسكرة وما العسكرة، وقال إن أنتم يعني سوف يكون لكم مستقبل زاهر ومستقبل أفضل، سوف يعني قال تسافروا دول أخرى، يمكن تسافروا منها الأردن أعلم الله. وأكد علينا، قال لنا نقطع لنا جوازه، وبرضو قطعنا لنا جوازه. وإحنا في فندق تاج بلازا جولة هناك، قالوا لنا نحلقوا صلعة الفندق فايز وأخو، قالوا لنا نحلق صلعة، وبعد حلقنا صلعة ولبسنا، وبعد كان يخرجوا على مجموعة ناس للمطار كل يوم 10. ومشينا وصلنا للبوابة، دخلنا من البوابة إلى مطار الغيظة، وصلنا طرحنا في بداية الأمر طرحنا في كانتيرة خارج الموقع العسكري، لديهم موقع، وطرحنا هناك في الكانتيرة، وبدأ تواصل بهم هو من تلفونه، تواصل بأشخاص ما احنا شنارين منهم. قال العمل اللي طلبته أنا الآن عندكم في الكانتيرة. ودخلنا المطار ورجع قال لنا اجلسوا هنا انتظروا، انتم مدري ما عاد قابلوا ناس ما احنا شنارين منهم، كنا على طول. ورجع كان على واحد بيصير يدخل يقابل ناس، يدخلوا يقابلوا الناس على واحد لو ما جاء دوري. ورجع بصرتهم انهم ناس انا اجانب معسكر يعني محوش كبير، جنبهم معسكر حق السعودي، الامريكيين بوابه لحالهم او السعوديين بوابه لحالهم، الامريكيين معهم ثنتهم بوابه من جهه وبوابه من جهه. البوابه هذا الذي كان نحن ندخل منه الذي هي جنب الكنتيره هذا حق الاستقبال اللي بيجي كان يجي يفعلوا فيها المقابلات. كنت ريت حق الامريكيين هنا وحق السعوديين هنا جم. دخلنا عند الامريكيين في 3، والرابع المترجم، واحد الذي يسالك، والثاني الذي مع الكمبيوتر، والثالث الذي ياخذ بصماتك وبصمات العين وياخذ بطاقتك. بعدين بدأ يدخل على واحد، جاء له واحد أمريكي عملاق مصر دوري في الليل، جاء لي جولي 2 أمريكيين، جلست سلمت عليهم، بعدها جلست قالوا لي ما اسمك؟ قلت لهم أيمن. قالوا لي ايش بدك تشتغل؟ قد اشتغلت مدري ما هو كفله ما جيت لهانا. ايش قالوا لك يعني انت حتقابل أمريكيين او شيء من خارج؟ قلت لهم ما هنا ما ادري تلاقوا انا داخل المطار. بعدين جلست امام المترجم الاسود البشره، هذا كان المترجم حقهم يترجم بالعربيه، فبدا يكلمني اللي امامه الورقه، قال سوف نسال عليك نلقي عليك بعض الاسئله. بعدين كملوا الاسئله هذه كامل معي. في اخر شيء يعني قالوا انت تمام جيد، وان شاء الله تكون يعني انسان معانا يعني متفائل، يعني مدح، تم مدح باسلوب مدح. في بعدين قاموا اخذوا مننا بصمه بالعشر، بصمنا في جهاز مدري شو، بصمنا المن بالعشر الايدي، وصورونا تصوير يعني العينين وصور الوجه وصور صوره كامله. قاموا بصمونا بعد ما كملنا، بصموني بالعشر
الأعصاب وقام بتصويري والوجه وهذا الجهة وهذا الجهة. بعدها قالوا لنا خلاص أوكي بعدين ردتكم خبر مع الفائز المنتصر. كملت تبصم عندهم ورجع أخذني واحد منهم وخرجني صالون كتيرة الخارج الكنتيرة. ورجع انتظرنا شوية وجالنا باص تبع فائز هذا. جاء أخذنا من الكنتيرة الذي خارج أي جي قدو مغرب. أخذنا مغرب ذلك بعد المغرب ورجعنا إلى الفندق. والتقينا بفائز المنتصر في بوابة المطار. طلعنا معه فوق الهيلوكس ودخلنا ويكلمنا في الطريق. قال الأولي هم سافروا كانوا أمريكيين سافروا الآن قال قد أنتم مع البريطاني. بعدين دخلنا المقابلة الثانية ما كانوا أمريكيين كانوا بريطانيين. نفس الأسئلة الأول الذي سألونا الأمريكيين. دخلنا عند الأمريكيين ما عندهم أمريكيين قدهم بريطانيين. ذلك سألوني عن معلوماتي الشخصية كاملة نفس ما الأمريكيين. قال لي تعرف السواقة تعرف تسوق قلت لا أيوه. تعرف تستخدم تطبيق الخرائط قلت لا أيوه. عن ندربكم تداريب قالوا لي أنا عندي قاعد تدريب أنا شاقة قلت بدعوا يعني تدريبنا بعض التدريبات. قالوا سنلقي عليكم بعض التدريبات دخلونا كرفانة في داخل الموقع حقهم فيها كراسي وطاولة وصبورة ومعهم جهاز لابتوب. بدعوا يدربونا يعني بعض التدريبات اللي يقول لك يعني مثلا وصف الشخص كيف توصف الشخص كيف توصف السيارة كيف توصف البيت كيف يعني تتجسس بال يعني تتجسس على الأشخاص بهذا الأسلوب. كان يدرسونا على الإحداثيات عم بايكون يرفعوا لنا إحداثيات إلى الواتس كيف يرفعها بالبرنامج هذا الذي كان يتوه لنا حق الإحداثيات. كان يورينا كيف نفعل كان يوصف لنا حتى في المزمة ورجع كان يصير يضرحوا لنا ورق أرجع في المطار ورقة في بقعة ورقة في بقعة ورقة في بقعة ورقة في بقعة يعني حق 5-6 ورقة هكذا أرقى. قلنا أنه مسمى يورونا كيف نفعل بالإحداثية الطاولة وهو يا زعم يكون يرسل لنا الإحداثية وإحنا نسير لهذه البقعة. علمونا يعني كيف نستخدم الإحداثيات كيف نحدد المواقع كيف وكان يفعلوا لنا إحداثيات في المطار وإحنا نسير نتبعهم بالتلفون وبالسيارة ونسير نحدد المواقع. استمر يعني فترة كثيرة يدربونا لو ما أنه أخذنا المهارة هذه. أنت في هذا الشغل يعني شوف لك يعني بنطلون شوف لك ملابس مناسبة يعني ماش ملفتة يعني كيف تغير يعني من شكلك يعني ركزوا على أنه يعني كيفنا يعني في التصوير كيف نصور الأشخاص أو نصور يعني يكون تصوير دقيق وبحيث أنه ما يكون ما حد يركز عليك قد بالإمكان وأن تتصل تصور أو تفعل فيديو قد بالإمكان يعني أن تماره ولا شيء تبصر وجهك مثلاً وذا وأن تصور وما حد يزاد بك قد بعض الأحيان تفعل صورة أمامية سيلفي وتصور الأشخاص اللي تشتيهم أو تصور الحاجات اللي تشتيها. طبعاً قد أول ما دخلت يعني أول ما دخلنا نسكن قد لقيناه وتعرفنا عليه يعني قال أنا جورج وهذا توم كان يخرجوا عندنا يعني تقريبا 3-4 يعني ما يتجاوزوش يعني. بعدها كان يخرجوهم مهمات أصحاب الباقي كان يخرجوا مهمات مهمتين خرجت أنا وأكرم عامر طولنا مهمة لا مارب ما طولنا شلح حداثية ولا شيء. قالوا سيري جلسوا في مارب 4 أيام طولنا نحن الحداثية حق الخط تخطينا من العبر لا الجسر حق العبر هذا المفرق هكذا صلاة الوديعة وهكذا صلاة المهرة وهكذا صلاة معرب. خرجنا مكلفين من جورج أنا ومحمد العبسي لا شحن وصلنا لا شحن استأجرنا فندق اسمه فندق معرب رقدنا فيه للصباح. قالوا لي لازم تروح قصيار قصيار هذه في المهرة منضية. قلت ايش اروح افعل؟ قالوا بس انسجل لك حداثية وانت تروح اليها بس روح لهناك. قلت ايش المطلوب مني؟ قالوا روح لهناك احنا نشوف السيارة هناك نقول لك خلاص ارجع. قلت طيب
صرت أنا وجماعة دول أنا تقريبا 800 ريال عب شر الأشياء اللي نابتر من السوق السوداء وصلنا نشطون عبينا نابتر من السوق السوداء وجسنا عليهم ثاني وش اللي حاجتنا قلنا إحنا عندخل صحراء هي صحراء منطقة صحراوية تحركنا دخلنا المنطقة هذه نزلنا من سائلة وطلعنا منها في الصحراء هذا إحنا نختار على الطريق حقهم تقريبا فلقينا واحد في الصحراء يعني بقلب السلام عليكم وعليكم السلام كيف الحال الحمد لله قال وين رايحين قلنا والله نشتين نروح من هنا لا تموت أنا قلت له قالوا إن في طريق من هنا قال يا ولدي ما فيش طريق من هنا يوم من الأيام جاء لهم ضياع الزي هو بيصير يبيع قات في حوف بعدها جاء لعندهم قال لهم يعني معي لكم كلام أشتي أكلمكم وبعدين جاءوا لعنده قالوا في يعني الحريزي ركز له خيمة في خط حوف وفي متضارين هناك يتجمعوا خيرات خرجت أنا وهو دول أنا 100,000 لمحمد و 100,000 لي نسل لاشحن صرت أنا ومحمد لاشحن على أساس أن في تجمعات على سالم الحريزي نسل لها هناك نبصر ونرجع قالوا لنا تسير ترقد في الفندق وترجع قلنا على طول البريطانيين كلفونا بمهمة إنه نخرج يعني نراقب بيت الحريزي وفي في الغيضة نفصل وكرم وضياء وباسم وسامي وانا وعبد الملك مهمة لعند بيت الشيخ علي سالم الحريزي الذي يتواجد في الغيضة جنب حديقة الغيضة كانوا بتطوا لهم سيارة قالوا سير جنبوا هذه السيارة هنا وراقبوا يعني من بيدخل من بيخرج للبيت قلت لنا في المكلة رسل لي إحداثية إلى محل شيشة قال فقدام هذا المحل عمارة للسكنية يوجد فيها شخص مغربي إحنا نريد هذا الشخص ونريد معلومة عنه قلت له كيف نعرف الشخص هذا رسل لي صورة رسمة يعني رسم لي صورة شخص يعني مقربة يعني لو بحث لو ألقاه وهي صورة رسمة يعني أعرفه يعني طول لنا إحداثيات للتلفونات رسلوا لنا إحداثيات في الواتس زين دخلناهم في البرنامج حكينا الإحداثية كان أنا وعلي جعمة في يعني محطة قالوا بسروا بسر هذا المكان أيشوا وصف لنا هذا المكان خرجنا إلى منطقة جنب المحور صورنا وهي محطة بنزين صورناها وهذا ومشينا ورجع أيمن أرسل له التقرير طلبوا مني مهمة أنا وعبد الملك بأنه نسير لليتمة يعني يعطونا إحداثية وصلنا هو بيت في هذه المنطقة منطقة ما بين في اليتمة يعني آخر منطقة ما بعد البيوت آخر بيت هذا بعده منطقة صحراء وحدود السعودية قال عندي لكم مهمات خارج الغيضة وبعدها بيجي لعندي جورج قال لي كيف حالك قلت له الحمد لله قال تروحوا صنعاء تروح صنعاء أعطيك سيارة تروح صنعاء قلت له على طول سيارة وأروح صنعاء على طول يعني ما رفضت شيء قال معكم مهمات العصنة بس أنا أشتي أعرف منكم من فين يضرب الصواريخ جاء بعد العشاء دعاني أنا وعلي جعمان دخلنا عندهم في المكتب بيقول لي شو تصيروا صعدة إيش رأيك أبصرت لعند علي ما رأيك قال تمام قلنا تمام ننسي الله صعدة قال لي اشتي منكم هناك في صعدة الدفاع الجوي تجمعات أنصار الله القاعدة الصاروخية مقرات أنصار الله بعدها كان يرسل لي الإحداث يرسل لي مهمة الأرحب قال لي لها أنا كسير يعني راقب الوضع أنا بصر أي مركبة مريبة يعني ولا صواريخ بيطيروا صواريخ ما هناك ولا طيارات قال لي بلغنا أرسل لي يا جورج
جورج ارسل لي ارسل لنا الاحداثيه. ارسل لي الاحداثيه فدخلتها في الخريطه طلعت الاحداثيه في اجدر. سرت انا لا اجدر قلت له هذا معمل ماء يعني يصنعوا دبات ماء ما فيش اي حاجه. قال لي خلاص تمام. جلست بعدها باسبوع او اسبوعين ارسل لي احداثيه ثانيه قال لي سير دخل الاحداثيه هذه. دخلت الاحداثيه هذه طلعت فيها رحب. سرت لرحب قلت له هذا مصنع كراتين ما وجد فيه اي حاجه. قال اصلي مما ثاني لا مزنه للورشه. قال لي انا اعلم اني ورشه اذا داري اني ورشه. قال رسل لي الاحداثيه من داخل الورشه ما ادري ما ادري. قال لي انا دارني ورشه اشتيك تبصر انهم بيصنعوا سلاح يعني وصلتنا معلومات ان هذا الورشه تصنع سلاح. سأل الله انا بصرت اعتمد معها لوحه. قال لي جنب التمنويات يعني بقاله. سأل الله انا ما بصرت غير من خارج ما دخلت لا داخل. شرطة إنهم بيشتغلوا يعني كان بها قواطر هناك وبها حوش خلف قواطر يعني قلت أنهم بيصلحوا هذا حق القواطر مكاين كنت أبصرهم وبيخرموهن وبيسكروا. قلت أنا صورتها من خارج وأنا خاضي صورتها وقلت له هذا الورشة بيسكروا يعني بيجددوا مسمه مكاين الشاحنة. قال لي تأكد أرجوك مدري ما قلت له تأكد ما بش. قال لي دخل داخل صور هذا صور اللي داخل المكاين ايش. صرت لا دارس على أساس مهمة إن هي اسمه إني مخرطة. صرت لها هناك وهي ورشة كهربائي سيارات. صرتها جلس بصرت الورشة ورجعت. جات بين أتواصل معهم بالواتساب قلت لهم ورشة كهرباء ما بيش أي خطورة ما بيش أي شيء. قالوا تمام. جلس ليوم ثاني بيقولوا لي خلاص سافر المهرة أرجع. قلت على طول رجعت للبيت فعل لي إحداثي مرة ثالثة هي الأزرقين تبة فيها كسارة يكسروا منها الحجار ويسبروا حق الزفلت. هم يسبروا الزفلت أنا وهم بكسارة شايوال ومشان يعني الذي يشنوا فيها الحجار الكبار. صرت لها أنا صرت أنه ما في ولا حاجة. قال لي بيسبروا معسكر دري ما دخلت حتى لا داخل لا داخل. بعيد صورته قلت له ما مش هذا بي مناجم. قال لي يعني فقط مناجم بس رفعتها للتقرير. قلت له ما مش ولا شيء يوجد شيء ولا أنا صورت الله الحراثة هذا الذي بتحفر والمشن حقش الغرب هذا وصورت له وقلت له رفعتها للتقرير. قلت له لا يوجد شيء لا يوجد معسكر ولا يوجد أي حاجة وجد كساره يقوموا بتصنع يعني بتكسروا هذا الجبل يصنعوا منها الزفلت. قال لي اوكي. قال متأكد لما قال والنقاط. قال لي صور النقاط الذي هو قصته على المعسكر. صورت انا النقطتين هنا الذي خارج على الخط صورت ثنتين. حملت أنا الخريطة عندي يعني وسجلت الإحداثية. طبعا طلعت الإحداثية في منطقة قريب من ضروان في منطقة اسمها ذيفة. كلمه انه قال لي يدخل جامع مرة ويفتح البرنامج هذا داخل الجامع.
قال لي يا أخي الأحداثية طلعت في جامع، الجامع هذا في بالقرب من جولة المدينة، يعني هو في حد رجع عمل لي رسالة قال ضروري تسافر وصعدة. رجعت أنا سافرت لحالي، وبعد ذلك مشيت في خط في مدينة صعدة، حصل طقم حق أنصار الله المسلحين، صورته ورجعت مشيت، فحصلت مباني مضروبة فقمت بتصويرها، صورتها وأرسلتها للبريطاني، قلت له هذا مباني مضروبات من قبل طيران السعودي. قال لي أين هذا المكان؟ قلت له في صعدة. المبالغ اللي استلمناها من البريطاني من الرواتب اللي كان يعطونه طلعت لها 2100، كان كل شهر 300. وبعدها أول ما دخلنا لعند البريطاني سلمونا لنا راتب 300. استلم كل شهر 300 دولار، هذا راتب شهري. 300 كل شهر كنت استلم لمدة 5 شهور، إلا في شهر رمضان استلمت 400. نادم على أن احنا تعسكرنا معاهم، نادم أنا نزلت للمهرر عند نفسي من أول يوم نزلت أنا.